مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم كود زكريا الليسي لتعليم السياقة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو بغيت نخبر مشاهدينا الكرام باللي سيرة تعليم كود زكريا فأصبحت كتوفر على عربة خاصة بذوي الاحتياجات، فأي شخص محتاج على أنه يدوز رخصة السياقة ومحتاج عربة اللي هي خاصة بذوي الاحتياجات فمرحبا به، يعني سيرة تعليم كود زكريا فراه كتوفر عليها. كذلك الناس اللي عندهم رخصة السياقة وبغاو يطلقوا يديهم في السيرة الأوتوماتيكية فكنديروا دورة تكوينية خاصة بالسيرة الأوتوماتيكية. نبداو على بركة الله. المسلك اللي على اليمين هو مسلك الدراجات، جواب واحد. مكان مخصص للتوقف، جواب جوج. ممر خاص بالحافلات، جواب ثلاثة. بالنسبة لهذا السؤال فهذه العلامة هذه اش كتقول؟ هذه خاص، هذا المكان هذا خاص بالدراجات، يعني ماشي مكان مخصص للتوقف. هذا المكان هذا راه ممنوع الوقوف والتوقف وممنوع كذلك السياقة بالنسبة لجميع الأصناف، اما الصنف ديال الدراجات هما الوحيدين اللي ممكن يدوزوا في هذا الطريق هذه، يعني هذا المسلك خاص بمسلك ديال الدراجات، يعني جواب عندنا رقم واحد. هذه العلامة كتعلم على ممر إجباري للراجلين، جواب واحد. ممر ممنوع للراجلين، جواب جوج. ممر خاص بالراجلين، جواب ثلاثة. بالنسبة لهذه العلامة هذه فعندنا العلامات الزرق كاملين، بعض المرات كنقولوا خاص بعض المرات كنقولوا اجبار. الا كان في الوسط منها واحد الصنف كنقولوا خاص، والا كان هذاك ذاك العلامه الزرقاء فيها اسهم كنقولوا مجبر. اذا الاسهم فهي كتعني جميع العربات، مثلا ملي كتكون عندنا علامه فيها سامع اليمين فانا اي عربه سايقه كتقول لي انت مجبر تدور على اليمين او مجبر تدور على اليسار او مجبر تمشي لقدام. ولا كانوا بغا يحددوا شي صنف كيقولوا العربات او الشاحنات او السيارات او الحافلات انهم مجبر يدور على اليمين او يدور على اليسار او يكمل السير قدام، يعني كيبغيو يحددوا شي صنف كيديروا لافته تكميليه من تحت منه. مزيان. لكن الاصناف الاخرى اللي هي بحال الدراجات بحال الحيوانات بحال الراجلين بحال العربات المجروره ياك او المدفوعه او اليدويه، فهادو كلهم كتسموا خاص. يعني هاد المكان، شوف اخدم معايا بالمنطق، هاد البلاصة هادي الا قلت اجبار على الراجلين بحال كنقول الراجل من يوصل لهنا ضروري يدخل لهنا. العكس ديال العربات ملي كيلقاو شي سهم علاش ما داروش لنا هنايا ويديروا لنا الطوموبيل هنا، الطوموبيل باش نقولوا مجبر على العربة انها تدوز، داروا لنا غير سهم. حيت دوك الاسهم جميع العربات اللي كيستعملوا لنا الطريق، حيت ملي كنقول عربة راه من جوج رويض الفقر راه اللي فيها جوج رويض راه كتسمى عربة، على الموتور حتى هو كيتسمى عربة، راه ماشي عربة كنقصدو بها غير السيارة، لا، العربة عندك من جوج رويض الفوق كلهم هادو كيتسموا عربات. إذا جميع العربات ملي كيشوفوا سهم كيقولوا مجبر علينا ندور على اليمين، مجبر علينا ندور لليسار. لكن بما هذه لا، هذه فيها كنقولوا المكان خاص بالراجلين ولكن ممنوع على جميع الأصناف، ما يدخلوش الدراجات، ما يدخلوش جميع العربات بصفة عامة، الدراجات الحافلات كلشي ما يدخلش هنايا، يعني ممنوع عليه. يعني هذا المكان راه خاص غير بالراجلين، ماشي ممر إجباري للراجلين، حيت أغلبية كيبغي يجاوب واحد ثلاثة، لكن الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. تناول الأدوية مع الكحول يمكن لجل السائق عصبي بشكل غير عادي، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. يعرضوا لخطر النوم أثناء السياقة، نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. شيء طبيعي يعني تناول بعض الأدوية مع الكحول، إذا خلطتي بعض الأدوية مع الكحول فراه ممكن السائق يولي مسكين عصبي بشكل غير عادي. إذا هذا السؤال جواب بالمنطق أو بالثقافة عامة راه غتجاوب عليه، ماشي كاع أنك تحفظ الدروس ولا شي حاجة. وهذا تناول الأدوية مع بعض الكحول يقدر يعرضوا لخطر النوم أثناء السياقة، جواب ثلاثة، يعني بجواب نعم نعم. يمكن لي نتجاوز هذه السيارة من اليمن، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. عندنا التجاوز دائما كيكون من جهه اليسار الا حاله استثنائيه واحده، اشنا هي؟ هو ملي تكون العربه اللي قدامك وصلت لواحد الملتقى ديال الطرق، يعني قدامك وصلت لملتقى الطرق وشعلات مؤشر تغيير اتجاه ديال اليسار كتعلن على انها باغا تدور على اليسار، فهاد الحاله الوحيده قدر تجاوز العربه من جهه اليمين. اما الحالات الاخرى كلهم لا، يعني يمكن لي نتجاوز السياره من جهه اليمين، نقول نعم. ندوز جواب واحد، نوقف جواب جوج.
هنا عندنا الضوء الاخضر خصني ندوز، ولكن هنا على يدنا اليسار كاينه العربه ديال الاسعافات فهي الاولى خصها تدوز، وشعل هاد البلاط الحمر شعل، الا ما كانتش ما شعلهمش راه كتولي بحالنا بحالها. اذا بما اننا شعلوا شنو غندير انا؟ غادي نوقف. جواب رقم جوج ندوز انا الاول، جواب واحد نسمح بالمرور لهاد السياره، جواب جوج. هاد العلامه اش كتقول؟ خطر طريق ضيقه على مسافه محدوده، يعني في هاد البلاصه هادي راه حتى شي واحد فيكم ما عنده الاسبقيه، حتى شي واحد راه كتدخل غير في اداب ديال الطريق او اللي وصل الاول. اذا هاد العلامه كنقول علامه متقدمه، اذا خارج المدينه غنلقى على بعد 150 متر، يعني 150 متر غنلقى هاد الطريق ضيق على مسافه محدوده، يعني غنلاحظ هاد العربه هي الاولى غتدخل. اذا بما انها هي الاولى غتدخل فانا غنسمح ليها بالمرور، داكشي باش غنجاوب رقم جوج. السهم المرسوم على الارض كيعلم بانه واجب تغيير اتجاه لليمن في ملتقى الطرق المقبل، نعم جواب واحد لا جواب جوج. هاد الاسهم اش كيتسموا؟ اسهم الانحياز، هما كيكونوا ثلاثه ومن بعد كيولي خط متصل، او انهم كيكونوا ثلاثه في واحد المسلك وهذاك المسلك ما كيبقاش خدام، كيولي هاد الخط متصل كياكل هاد المسلك هذا اللي هما فيه، هادو هما اللي كيكونوا هادو كيتسموا اسهم الانحياز. اما اش قال لكم؟ السهم المرسوم على اليمن على الارض كيعلم بانه واجب نغير اتجاه على اليمن، اللي كيعلمونا اننا نغيروا اتجاه اليمن هما اللي كيكونوا مشكلين واحد الزاويه قائمه. اما هذا اللي مقوس اش كيقول لك؟ شد اليمن ماشي دور على اليمن. اما اللي كيكون هو داير بهذا الشكل وهذا الشكل مكون ليا زوايا قائمه فهذاك هو الوحيد اللي كيقول لك دور على اليمن، اما هذاك كيقول لك شد اليمن. متفقين؟ يعني قال لك كيعلم بانه واجب نغير اتجاه اليمن في منتقى الطرق، غادي نقول لا، يعني اللي كيغيرنا اتجاه اليمن هو اللي كيكون دايرنا زاويه قائمه. ابتداء من هذه العلامه غادي ندخل التجمع السكني، نعم جواب واحد لا جواب جوج. السرعه ديالي كتحدد، نعم جواب ثلاثه لا جواب اربعه. ابتداء من هذه العلامه انت هذيك اكلموس، يعني غندخل واحد المنطقه في تجمع سكني، يعني ابتداء من العلامه غادي تدخل واحد التجمع سكني وغادي تطبق جميع القواعد ديال التجمع السكني وغتولي السرعه عندك محدوده. اذا غادي نجاوب واحد والثلاثه، لان كون كانوا كاتبين لي هنا شي سته ولا خمسه غنقول لك لا، لان نقول لك باقي هذاك اكلموس باقي لها واحد 6 كيلومتر او 7، يعني انت باقي ما دخلتيش واحد التجمع السكني، لكن هنا لا دخلتي غادخل واحد التجمع السكني وحتى السرعه ديالك غادي تحدد، غتحدد 6 كيلومتر في الساعه. يمكن لي السير باضواء الوضع وحدهم، نعم جواب واحد لا جواب جوج. باضواء الطريق، نعم جواب ثلاثه لا جواب أربعة. بالنسبة لهذا السؤال غادي نجاوب لكم عليه هنايا غير باختصار، ولكن غنخلي لكم في صندوق الوصف جميع المحاور بحال دابا كاين في المحور ديال الرؤية والإضاءة. إذا فيما تشوف شي سؤال عندك فيه شي مشكل، حيت دابا هذه السلسلة فيها 40 سؤال، 40 سؤال اللي كتحط في الامتحان، إذا أنا غنحط لك في صندوق الوصف جميع المحاور، يعني المحاور دوك 11 اللي كاينين كلهم غتلقاهم في صندوق الوصف. إلا فهمتي راسك شي سؤال ما كيدخلش لك مزيان، حاول تدخل ترجع للمحاور باش تلقى الأمور كاملة مزيانة. هنا قال لك يمكن لي السير بأضواء الوضع، أضواء الوضع علاش كنخدمو؟ كنخدمو في حالة وحدة، أشنية؟ هي ملي تكون داخل المدينة إنارات الشارع مشعولة وأنت بالليل. شتي لقيتي راسك داخل المدينة وبالليل إنارات الشارع مشعولة، هذه الحالة الوحيدة اللي تخدم فيها أضواء الوضع. مزيان، كيبقى لي ضوء الطريق، وضوء الطريق اش كيخدمو؟ حتى هو كيخدمو في حالة وحدة، أين هي؟ الحالة اللي كنخدمو فيها هي خصك تكون أنت خارج المدينة بالليل إنارات الشارع مطفية، يعني خارج المدينة بالليل إنارات الشارع مطفية وأنت بوحدك في الطريق، ما تابع شي حد، ما مقابل مع حتى شي حد، بحال هذا الشكل هذا. لكن هذا الجواب اللي عطيتكم على جواب مختصر، إذا لقيتي راسك ما فهمتيش هذا الجواب هذا فهو راه جواب طويل، حيت الا جيت نتكلم فيه غترجع للدرس ديال الرؤيه والاضاءه غتلقى هذا السؤال دا لي 6 دقائق باش شرحته. اذا انا غندير دابا في السلاسل غير باختصار، اذا ضو الوضع غادي ندير لا، وضو الطريق غادي ندير نعم. ندوز انا الاول جواب واحد، نعطي حق الاسبقيه للعربه الحمراء جواب جوج. اذا هنا عندنا التقابل وعندنا هاد الشاحنه ديال الوقايه المدنيه وشعل هاد البواط الحمر، يعني غنعطي الاسبقيه للسير، نعطي الاسبقيه حق الاسبقيه للعربه الحمراء رقم جوج. يمكن لي نتجاوز هاد الراجلين، نعم جواب واحد لا جواب جوج. نشغل مؤشر تغيير اتجاه، نعم جواب ثلاثه لا جواب اربعه.
هنا بالنسبه للامكانيه نتجاوز هذا الرجيني، باش نتجاوز هذا الرجيني خصني نخلي بيني وبينهم واحد المتر، هذه اول حاجه. الخط متقطع كاين، الشاحنه باقا بعيده لان هذا غير رجين هذا، ولكن شنو اللي غيخلينا اننا ما نتجاوزوش؟ اطلح معايا في المراه الداخليه، غتلقى السائق من موراك، هو هذا اللي من موراك، هالخط هو هذا اللي عندنا هنا، ها السائق من موراك مخرج يده في المدونه السير، وماشي في المدونه السير، في المراسم اللي كنظموا لنا، دوك المراسم اللي كنظموا لنا مدونه السير، غادي تلقى في حاله السائق تعذر عليه ما بقاش خدام ليه المؤشر تغير اتجاه، فراه ممكن يستعان باليد ديالو، راه عنده الحق يستعان باليد ديالو الا بغى يدور على اليمين او يدور على اليسار او غيتجاوز. فهاد الحاله يمكن نتجاوز هاد الراجلين، غادي ندير لا، علاش؟ حيت العربه اللي مورايا باغا تجاوزني، هذه الاولى. ونشغل المؤشر تغير اتجاه ما غاديش نشعلو، علاش؟ لان العربه اللي مورايا باغا تجاوزني. نعطي حق الاسبقيه لهاد السياره، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. هاد السياره اللي خارجه من هنا، فهي هذه كتسمى هاد البلاصه موقف ديال السيارات، اذا هي خارجه موقف السيارات. العربات كاملين كيكونوا خارجين موقف السيارات او محطه الوقود او الاماكن الخاصه، فكيعطوا الاسبقيه لجميع المستعملين الطريق عاد كيدوزوا هما. اذا انا واش نعطي الاسبقيه للسياره؟ لا ما غاديش نعطيها. هاد العلامه كتعلم موجود مكان محدد باشاره، جواب واحد، مجرى ماء، جواب جوج، منطقة سياحية، جواب ثلاثة. هنا كنلاحظ جبل هبري، هنا عندنا مكان محدد بإشارة، وعندنا مجرى ماء، وعندنا منطقة سياحية. إلى رجعنا للمراسيم ديال المدونة ديال السير، فغنلقاو كل علامة عندها، يعني كنلقاو العلامات ديال المكان محدد بإشارة بوحده، وغنلقاو العلامات ديال مجرى الماء بوحده، وغنلقاو العلامات ديال المنطقه السياحيه بوحده. واصلا العلامات ديال المنطقه السياحيه كيكونوا بالقهوي ماشي حتى بالزرق، يعني كل حاجه بوحده. لكن الاجابه اللي غنجاوب لكم عليها دابا واللي هي اللي كتطلع صحيحه، فراه اول حاجه هذه راه مكان محدد بإشارة، مجرى الماء لا تا كنلقاو شي واد ولا شي حاجه، كنقولوا مجرى الماء، يعني الجبل او الغابه كلهم كنسميهم مكان محدد باشاره جبل. اما منطقه سياحيه في البلاكر ما كتكونش زرقاء، كتكون بالقهوي، ولكن في هذا السؤال هذا غادي تزيد منطقه سياحيه، وهذا الشيء اللي عطى الله، هذا اللي هذا الشيء اللي عطى الله. اما راه منطقه سياحيه راه كاينه علامه ديالها خاصه بها، صافقين. العمر ديال سيارتي 5 سنين، الا سكتوا معايا هاد الوراق غادي نكون محترم القانون، جواب واحد، كتنقصني ورقة واحدة، جواب جوج، كتنقصني أكثر من ورقة، جواب ثلاثة. باش كتكون عندك سيارة قبل ما توصل لخمس سنين، قبل يلا شريتيها، يلا شريتيها من لاميزون، شنو هما الوثائق اللي خصو يكونوا عندك باش تسوق ديك العربة؟ خصك أربعة د الوثائق اللي هما مهمين باش تسوق العربة، أشنا هما؟ خاص تكون عندك رخصة السياقة اللي هي هذه غوزية، هذه اللي كانت قديمة دابا ولات مانيتيك، رخصة السياقة. شنو خور خصو يكون عندك؟ خاص تكون عندك البطاقة الرمادية، هذه هي اللي كانت قديمة دابا ولات هي لاكارت مانيتيك، هي رمادية، البطاقة الرمادية. شنو الثالثة اللي كتكون عندك؟ شهادة ديال التأمين، ها هي استعمال سياحة، يعني هاد الشهادة التأمين، وهل عدد المقاعد اللي كتلقى هما هادو 5 بلاس، ها هي مكتوبة كتكون هنايا، إلا بغيت تعرف شهادة التأمين شحال فيها، راه هنا عندنا 5 بلاس. إذا ها شهادة التأمين، أن رخصة السياقة، البطاقة الرمادية، هادي شهادة التأمين. وهاد الرابعة اللي هي تا دابا ما بقاتش، اللي ولات كتخلط بطريقة أخرى، فهادي ديال الضريبة، الضريبة على السيارات، ها هي مكتوبة الضريبة على السيارات. يعني هاد مضرب هاد الوثائق اللي كيكونوا عندك. ولكن العربة ديالك ملي كيوصل العمر ديالها 5 سنين، فكتزاد واحد الوثيقة الخامسة. هاد الوثيقة الخامسة شنو هي؟ هو الفحص التقني للسيارات، الفحص التقني. هذاك الفحص التقني من بعد ملي كتوصل 5 سنين كتبقى ديرو من العام للعام، كل عام كتبقى تجدد فيه. إذا نتايا العمر ديال سيارتك 5 سنين، واش محترم القانون؟ لا. شحال ورقة ناقصك؟ ورقة واحدة. أين هي؟ هو ديال الفحص التقني. إذا أنت واش محترم القانون؟ لا. كتنقصك ورقة واحدة اللي هي في رقم جوج. مستوى ماء التبريد كافي، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. اذا هنا كيهضر على مستوى ديال التبريد، هذا هو القرار اللي كيدير فيها مستوى ديال كيدير فيها ماء التبريد. هنا عندنا الحد الاقصى، وهنا عندنا الحد الادنى، يعني الماكسي وميني. هل ما في ها في الاثار ديالو كاين حتى لهنا، الا كان ما بين الماكسي وميني فراه مزيان كافي، الا كان هابط على الميني كنقولوا ما كافيش. ولكن الا قال لك واش ممكن انك تزيد ماء التبريد، راه ممكن تزيدوا توصلوا هنا،
الا قال لك واش من الواجب تزيدو غتقول ليه لا هكا راه كافي. متفقين؟ يعني شنو مستوى ماء التبريد كافي؟ غادي نقولوا نعم. يمكن لي ناخذ مكاني من الطريق اللي على اليسار؟ نعم جواب واحد، لا جواب جوج. هنا تشهد هذا المكان وهذا اللي على اليسار كاين خط متصل، فراه ما يمكنش تاخذو. الا قال لك واش يمكن ناخذ مكان من الطريق اللي على اليسار، غادي نقول لا ما يمكنش انا خط متصل. صافي انت وليتي مجبر انك تدور هذا الشيء. هذه تبدل الضوء الاخضر ندوز. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. تبدل الضوء الاخضر يعني كان ضوء احمر ودابا تبدل الضوء الاخضر، ولكن واش غدوز؟ لا. علاش؟ لان كاين واحد الراجل بغى يقطع. غادي نجاوب رقم جوج. التعب ديال السائق كيزيد من خطر وقوع حوادث السير. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. شيء طبيعي التعب ديال السائق كيزيد من خطر وقوع الحوادث، داكشي اش كنقولوا لنا الا سقتي ساعتين ارتاح لك واحد ربع ساعه. يعني نعم غنجاوب رقم واحد. غادي بسرعه 60 كيلومتر في الساعه، واجب عليا نقص من السرعه. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. الى قدامك انا الاشغال انا دوك المثلثات كاملين بصفه عامه، ملي تشوف مثلث فراه مجبر على انك تنقص من السرعه. يعني واجب عليا نقص من السرعه. نعم تحديد السرعه كيخص غير الشاحنات. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. يمكن لي نكمل السير بسرعه 90 كيلومتر في الساعه. نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. إذا تحديد السرعة كيخص غير الشاحنات، هنا العلامة شنو كتقول؟ تحديد السرعة 60 بالنسبة للشاحنات. ملي كنقولوا الشاحنات، شاحنات نقل البضائع يعني الكاميو والرموك اللي كتعدى 3 طونونس، يعني هذا الشيء خاص غير بالكاميو والرموك، يعني السي والأوسي. أما واش هذه العلامة كتخص بالناس ديال الكار؟ لا ما كتخص، يعني اللي عندهم بيرمي دي ما كتخص. واش كتخص الناس اللي عندهم بيرمي بي اللي هما السيارات؟ لا ما كتخصهمش. يعني تحديد السرعه كيخص غير الشاحنات، غادي نقول نعم. وانت يمكن لك نكمل السير بسرعه 90 كيلومتر في الساعه، انت اللي عندك غير السياره ممكن انك تتبع. يعني نديرو نعم. نقص من السرعه وندوز. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. نوقف. نعم جواب ثلاثه، لا جواب اربعه. عندنا ملتقى الطرق وعندنا هذا المثلث كيقول اعطاء حق الاسبقيه. الى شتي هذا المثلث ما كتعطي الاسبقيه اليمن واليسر، واش مجبر توقف؟ لا ماشي مجبر نوقف، ولكن في حاله كان الطريق عامره اليمن واليسر غادي نوقف. اذا كنقصوا غير من السرعه وكنندوزوا. اذا اجي نشوفوا هنا نقص من السرعه وندوز، يعني توصل هنا غتنقص السرعه وتدوز. هنا غادي ندير لا. علاش؟ لان اليمن اللي غنعطي الاسبقيه عامر، هنا كاين عامر اليمن عندي، ولكن شخصيا ندير غادي نوقف. نعم وفي غادي توقف، واش توقف عند العالم؟ لا، عند الراس ديال ملتقى الطرق، وإلا كان الخط نوقف عند الخط. المراية الداخلية إجبارية للسيارات. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. من الواجب المراقبة ديالها ديما قبل الانطلاق. نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. المراية الداخلية راه إجبارية داخل السيارات، غادي نديرو نعم. ومن الواجب لك ديما تراقبها، فهذا غير كادو يوم امتحان كيتعطالك، واخا تكون ما فاهم حتى حاجة غادي تجاوب هدرها صحيح. قبل ما نتقابل أو نتجاوز فارس ينصح باستعمال المنبه الصوتي. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. يعني قبل ما تقابل أو تجاوز فارس ينصح فهو ممنوع استعمال المنبه الصوتي على الحيوانات أو على الراجلين او داخل المدينه او بالليل، فيمنع استعمال المنبه الصوتي. اذا هنا ينصح باستعمال المنبه الصوتي، غادي نديرو لا ما يمكنش. يمكن لي السير باضواء الوضع. جواب واحد، باضواء التقابل. جواب جوج، باضواء الطريق. جواب ثلاثه. هذا السؤال كيحتاج واحد القاعده اللي هي كبيره واللي تقريبا تبارك الله كتحتاج واحد 9 دقائق ديال الشرح. اذا انا غنعطيك واحد اللمحه عليها باش تجاوب على هذا السؤال، لكن الا ما فهمتيش عاوتاني هذا السؤال غادي ترجع للمحور اللي كيتعلق بالرؤيه والاضاءه، راه غنخلي لك صندوق الوصف وغادي تدخل ليه، وغادي ان شاء الله حتى شي سؤال ديال هادشي ديال الاضواء ما غيبقاش مشكل. دابا اللي غنقدر نشرح لك هو انك ملي تشوف راسك انت داخل المدينه إن راه الشارع مشعولة وأنت بالليل، فراه ممكن تخدم الوضع وممكن تخدم التقابل، الطريق ما غتخدموش. يقدر يوقع لك مشكل إلا كنت أول مرة كتشوف هذه السلسلة هذه، يقدر يوقع لك مشكل. لكن باش تفهم أكثر غادي تدخل صندوق الوصف، غادي تلقى الدرس ديال الرؤية والإضاءة، غادي تدخل ليه
وراه ما طويش بزاف وغادي تصنت ليه، وان شاء الله جميع الاسئله اللي غنلقاو في هاد السلاسل كاملين ما غتلقاش فيهم مشكل ان شاء الله. التقابل غير ممكن. ندوز انا الاول جواب واحد، نعطي حق الاسبقيه جواب جوج. بالنسبه لهذا المكان هذا راه حتى شي واحد ما عنده حق الاسبقيه، فهنا هذا الشيء كيدخل في الاداب ديال الطريق، او انه اللي وصل الاول كيدوز. كنلاحظ العربه الحمراء هي اللي وصلت، فراه غنعطيها انا الاسبقيه، داكشي باش غنجاوب رقم جوج. هاد الحموله ما خصهاش تتجاوز في الخلف اكثر من مترو، جواب واحد. 3 مترو، جواب جوج. من الواجب نشيروا لوجودها بالنهار، جواب 3. بالليل، جواب 4. يعني هاد الحموله قال لك ما خصهاش تتجاوز في الخف اكثر، يعني الحموله هذه اللي كتكون الفوق ما خصهاش تتجاوز في اللور في الحدود 3 مترو، يعني نجيبوا رقم جوج. ولكن غير توصل المترو الاول بحال بالي، توصل غير المترو الاول فراه ضروري خصك تشير ليها بشي حاجه، يعني تشير ليها بمنديل احمر او شي او ضوء عاكس، شي حاجه اللي كتعكس الضوء. يعني من الواجب نشيروا لها لوجودها بالنهار وحتى بالليل، رقم جوج خصك تشير ليها، ولكن ما خصهاش تفوت غير 3 متر، ولكن ابتداء بالمترو الاول فراه مجبر على انك تشير ليها. في هذا المكان السرعه ديالي محدوده في 80 كيلومتر في الساعه، جواب واحد. 90 كيلومتر في الساعه، جواب جوج. 100 كيلومتر في الساعه، جواب 3. 120 كيلومتر في الساعه، جواب 4. اذا انت خارج مدينه، وخارج مدينه فاش محدوده السرعه؟ محدوده في 100 كيلومتر في الساعه. داخل مدينه بشحال محدوده؟ محدوده في 60 كيلومتر في الساعه، وفي طريق السيار 120. دابا انت فين كاين؟ انت خارج المدينه باش عرفتها، ها هي الرباط 58، يعني انت خارج تجمع سكني وخارج من المدينه. اذا السرعه فاش محدوده؟ محدوده في 100 كيلومتر في الساعه. من الواجب نركب هذا الطفل في المقاعد الخلفيه، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. اذا دائما الاطفال خصنا نركبوه في المقاعد الخلفيه، ما نركبوش في المقاعد الاماميه. هنا قال لك من الواجب نركب هذا الطفل في المقاعد الخلفيه، غادي يقول نعم. نستعمل المنبه الصوتي، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. هاد العربه اللي قدامي بغات توقف ما بين هاد جوج السيارات، اذا انت واش غتستعمل المنبه الصوتي؟ لا، ما غادير لا، واخا مشي معاك بعيد تقول لي خطر، ها انت درتي لها المنبه الصوتي، شنو بغيت تقول لها؟ تقول لها سلبي؟ ما يمكنش تقول لها سلبي، يعني جوج حلول، يا اما غتسناها حتى تبلاصي، يا اما غتشوف المرآة الداخلية والمرآة ديال اليسر وتحاول تجاوزها وتمشي الا كان كيسمح لك بالتجاوز، هادشي اللي خصو يدار. نتجاوز، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. نشد اليمن، نعم جواب 3، لا جواب 4. كنلاحظ العربة اللي مرايش على مؤشر الاتجاه ديال اليسر، إلا كانت شي عربة كتضوبني واش غنتجاوز؟ لا ما غاديش نتجاوز، شنو خصني ندير؟ نشد اليمن. هنا جواب رقم جوج وثلاثة. يمكن لي التوقف في هذه المحطة الوقوف، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. هاد المحطة الوقوف خاصة غير بالشاحنات، يعني واش انت غادي توقف اللي كيدوز بيرمي بي ولا بيرمي دي، فراه ما عندكش الحق توقف هنا، غير الناس ديال الكاميو والرموك هما اللي عندهم الحق يوقفوا. يعني واش يمكن لي التوقف في هاد المحطة الوقوف؟ غادي ندير لا. دابا انا كنجاوب على اسئلة عندنا كندوزو بيرمي بي، ولكن خص الاخرين اللي كيدوزوا الاصناف الاخرى فراه مي تكون عندك الامتحان، بزاف اللي كيسولوا على القضية، فراه مي تمشي الامتحان دوز على انك كدوز داك السيرف، شتي جاوبتي فإذا شتي هاد الصورة هادي وجاوبتي عليها بلا وانت كدوز الكاميو الرموك، كن مأكد هاد الجواب راه مشارك خطأ. يمكن توقف في هاد المحطة الوقوف غادي دير نعم، أما هنا غنقولو لا. صافي، هاد الجريح الفاقد للوعي في وضعية صحيحة، نعم جواب واحد، لا جواب جوج. اذا هذا الجريح اللي فقد الوعي فهاد راه وضعيه صحيحه، اذا كنديروا واحد الرجل كنديروا على شكل زاويه قائمه، تقريبا زاويه قائمه، وهذا الوجه ديالو كنحطوا جهه الارض، فهذه الوضعيه صحيحه، نديروا نعم. في طريق سيار ناشفه وبهذه السرعه الى اضطريت نوقف غادي نحتاج تقريبا لمسافه 144 متر، جواب واحد. 100 متر، جواب جوج.
94 متر، جواب 3. هما قال لك في الطريق السيارة ناشفة، يعني ناشفة هي الأولى، إلى اضطريت نوقف، إلى غنحسب مسافة الوقوف. مسافة الوقوف كيفاش كنحسبوها؟ كناخذوا عدد العشرات وكنضربوه في نفسه. إذا باش غادي أنا؟ غادي 120. العدد العشرات شنو هو؟ دائما شي مسمى العدد العشرات حيد الزيرو، داكشي اللي بقى لك هو عدد العشرات. إلى حيدتي الصفر ناشفة غيبقى لي 12 شحال؟ هي 144. غادي نجاوب رقم 1 وحفر جدول الضرب. يمكن لي نبقى غادي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة؟ جواب 1. واجب عليا نقص من السرعة؟ جواب 2. إذا هنا الرؤية ما واضحاش، ما يمكنش تبقى غادي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، فمن واجب عليك أنك تنقص من السرعة إذا لقيت الرؤية ما واضحاش. يمكن لي نتوقف بين هاد زوج سيارات؟ نعم جواب 1. لا جواب 2. يمكن لي نوقف بين هاد زوج سيارات؟ نعم جواب 3. لا جواب 4. فهنا ممكن انك فما بين جوج سيارات ما عندناش شي تريطوار مسبوق بالصفر او بالبيض والاحمر، فراه مسموح لك الوقوف او التوقف. يعني يمكن لك نتوقف؟ نعم يمكن لي نوقف. نعم نوقف باش نسمح للسياره الحمراء تدوز. نعم جواب 1. لا جواب 2. هاد السيارة الحمراء مين خارجة؟ خارجة من واحد المكان اللي هو خاص، كراج أو فيلا أو شيء، يعني مكان خاص، يعني هي اللي خاصها توقف وتخلي جميع مستعملي الطريق يدوزوا عاد دوز هي. إذا أنا واش نوقف باش تسمح السيارة الحمراء تدوز؟ غندير لا. حصلت على رخصة السياقة هذه 3 شهور في هاد الطريق، السرعة ديالي محددة في 80 كيلومتر في الساعة. جواب 1. 90 كيلومتر في الساعة. جواب 2. 100 كيلومتر في الساعة. جواب 3. 120 كيلومتر في الساعة. جواب 4. إذا أنت في طريق سير والطريق سير فاش محدودة السرعة؟ محدودة في 120 كيلومتر في الساعة، لكن هو قال لك حسب على رخصة السياقة هذه 3 شهور. إذا أنت يلا كتاخذ رخصة السياقة فعندك الفترة الاختبارية، والفترة الاختبارية شحال فيها؟ فيها مدة سنتين، وفي هذه المدة السنتين كتكون السرعة محدودة عندك في 90 كيلومتر في الساعة. إذا عاد رخصة السياقة هذه 3 شهور، شنو هو السرعة اللي محدودة؟ محدودة عندي في 90. إذا قال لك السرعة ديالي محدودة فاش؟ محدودة في 90. غندير رقم 2. كون قال لك يمكن لي السير غادي تجاوب 1 و 2. هذا هو الاختلاف اللي كيكون. نتجاوز بسرعة. جواب 1. ننتظر باش نتجاوز. جواب 2. عندنا الخط كيتسمى خط الانذار، غادي كيضيق كيضيق حتى كيولي خط متصل. اذا باش تكون قدامك عربه فراه ما يمكنش، يعني ننتظر باش نتجاوز. نجاوب رقم 2. ملي تكون الطريق فيها الماء، المسافه اللي نحتاجها باش نوقف غتكون اطول؟ جواب 1. مشابهه؟ جواب 2. اقصر؟ جواب 3. يعني ملي تكون الطريق فيها الماء، حيت الحسابات اللي كنحسبو كاملين ملي كتكونوا حنا في طريق ناشفه، ولكن ملي كتكون الماء فراه المسافه اللي كنحتاجها باش نوقف راه كتولي طول، وبالضبط هي كتولي مضاعفه، يعني كتضرب في 2، يعني غندير اطول. يمكن لي التوقف في هذه المحطه الوقوف؟ نعم جواب 1. لا جواب 2. لكن يمكن التوقف في هذه المحطه الوقوف؟ هذه المحطه خاصه غير بالعربات الخفيفه، يعني الناس ديال بيرمي يعني العربات الخفيفه، يعني الكار وكاميو ورموك، فما تجاوبش غادي تجاوب بلا. وراه واخا تحط لك هذا السؤال هذا راه خاصك تجاوب على انك كار كاميو ورموك. الا بغيتي تجيب راه حيت بزاف الناس كيتشكاو في الكار كاميو ورموك كيجيبوش مزيان، فراه هادو من المشاكل اللي كيطرا لكم. يمكن التوقف في هذه المحطه الوقوف؟ غادي ندير نعم، على اساس انك راه كتسوق بيرمي بك، اما لك عندك شي صرف اخر غادي دير العكس. الحمد لله جبنا 40 على 40، فكلشي صحيح، فكنتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم النجاح، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء. وما تنساوش بالدعم للقناه بلايكات باش تستمر القناه اكثر. شكرا لكم.